أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. كارجل توڈے ناظرین کو خدمت لا سلام علیکم. غتا دی ایام کو نیانو کورونی وبا امراض کو نسبت سے نانا دکھ پائے پنگتاں سک مجبور سوں، ایس او پی گتاں فالو بائے پنگتاں واجب سوں، باقی لاک ڈاؤن چھچاس بسے گتاں مومنٹ سکاں ملوز عید تھی پھک برگزار بائے پی مساجد سکاں یا باقی عیدگاہ سکاں عید بائے پہ گتاں دے توفیق پو گتشتیانہ خدا وند عالم ازلینس در گتاں نانا لوشا سوں، لہٰذا دی عید پو اگر چی سننا دن غتاں دی سنت پگا سوچی، چاہے فرادا مل لکھوں چاہے جماعت مل لکھوں، نانگا رانو سسن مل لکھوں نا غتاں دی سہولت مینا درین کرگل ٹوڈے چھوکنا دیو غتاں فیس بک کا انسٹاگرام کا باقی یوٹیوب کا دیو غتاں حقے کا دیو نشر چاچا دن جو صرف مؤمنین کو نہیں استفادہ بائے تمینا زدر بائے تمینا دی پھیک پول زدر بسے وانا سو سو پھیک بوک سمنا دو بائے تمینا سہولہ تمینا مؤمنین سگا دی پھیک پو دی کرگل ٹوڑے ناظرین کلا حدیہ بسے پیش بسین چھانا غتانا دین عید سن دی عید پو خدا وند عالم اس تمام مسلمان کو نے فرض مؤمنین کو نے فرض لے گینا ارگمو جخ چھ قرار تنگ مسون دی جخ پیانوک خدا وند عالم از ماہ مبارک زین غتاں سام سے غتی عبادات بسدنا سام سے صدقہ خیرات تنگ سدنا سام سے غتاں خدا وند عالمی مہمانی دکھ سے دل سے غتس حرمت تھرو سے کرامت تھرو سے غتس دی فضیلت ان دون سگے غتس شتیانہ استفادہ بسدنا جون سگے غتاں زیت ہو گئے تدرین پروانہ تھو گئے پیجگن چھانا انشاءاللہ الرحمن دری تمام مسلمانان عالم فرض غتاں عیدن دی عید پو محمد و آل محمد فرض کنر گلو سرکھن کنی فرض عیدن خدایا غچا آل محمد زمریان کھوے نقش قدم کا زلکھن کنی زمریان خدا غتاں شامل باشک و کھوے گا چیز کو نشتیان آل محمد تغرین دکھ سدنا دے تغرین دکھ کھن کنی پھرن غتاں شمار سن شک و صحت سلامت نیم بو عافیت نیم بو آئندہ یوم ماہ مبارکی دی ایام کننا دی جگننا دی ساعت کننا بو غتاں یا دین نا ایمان نیم بو صحت و عافیت نیم بو غتاں تک پیٹ پی انشاءاللہ توفیق شد سن شک چانا انشاءاللہ الرحمن غتاں زیر گیبنا دی پھیک پو غتاں انشاءاللہ الرحمن برگزار بیت تاکہ مؤمنین از دی پھیک پو زدر الواسے انشاءاللہ الرحمن روان سسل زب سے نا دوسرین دی پھیک پو غتاں سنت پو قائم با نیانوک. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الصلاة الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني من كل خير وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا
ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم.
اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، ليس العيد لمن لبس الفاخرة. دريدي بابر كذب بينو معصومين اتكسل بيوم مجد عيد دسو تكوني في أمن قونس اردمو غسلا قوند اي تجاغا يا رغمو بيت يا انسان اي تجاغ بينو اقسام لباس كون غوني رغمو بات مينا نتان باہر لانگاتی خوبصورتی غتز مظاہرہ بے دو عید من مولے، بلکہ عید دسو چی کلین گونز دی ماہ مبارک الزے حرمت روں سے، دی ماہ مبارک الزے عظمتنا شرافتنا فضیلتنا کرامت شتیانا استفادہ بسے رنگ گنان لعف و مغفرت بایت پی توفیق نصیب سوں سے صدقہ خیرات تمیر نو تھوٹ پیت پی اتاما عزت احترام بایت پی ننگ زنزوز لا عزت احترام رگمو خوشی فراہم بایت پی نو تھوٹ پیت پی کمسس با یغناس با سغا رگمو سنمو نیمبو سغا روح تعاون بسے محبت رگلوکس نیمبو بای چارگی نمو اتحاد اتفاق نیمبو دی ماہ مبارک الزین محبت رگلوکس نی ایمانی کا غطان دلزاو غطز عزت حرمت نیمبو غطز پیون سے کیون سے ندرین دسو چکیون لار گامو باید پی غطان جگن غاسو چکا یقین چون گا ماہ مبارک الزین نگی گناہ لعف و مغفرت سون سے گا بخش سون سے بیون سے سمنا خود خدای کنے ایتی جگا مزید گا خدای عرص توفیق شزو سون شکر دعا بارگوشا گا انسان چکا دی ماہ مبارک الزین حق ادا باید پی خوا توفیق مسون کوئس نہیں آتے خلٹو بو غخص بلوز مارا آنا دل جائے آنا استفادے بچہ مسون رحمت برکت شتے آنا گرا محروم لو سے تذر بھی سو چگا جسمو درخمو چھانا معصومین اس کا سل بھی دری جاک پہ آنو کھوز لے گینا رگمو مابا کھول لے گینا خلٹو ری کا بغغز ری کا دکچا خدا کنا دعا بچا خدا ایر دری یاری رحمت شرد نظر چکھن کنی زمریانو دعا قبول چکھن کنی زمریانو گنان لعف و مغفرت چکھن کنی زمریانو دری پروانہ نصیب چکھن کنی زمریانو ننگ اس پچن گناہگار بندہ سن دیانو شامل بہت زرے دے دعا بایت پس اس کوشش بچا پروردگارا محمد و آل محمد حق لنزگت چاردہ معصومین حق لنزگت ماہ مبارکی حرمتنا عظمتنا کرامت حق دانا خدا یا غچن اس پچن گناہگار بندہ نہیں اس پان ندراب بابا غچی گناہ لعفو مغفرت سو سے غچی غلقان کنی گناہ لعفو مغفرت سو سے غچی آزا و جوار احکامہ لقبا میخ نا نکنہ گا قسمی تھلتو میران میت پلہ سو سے نا چہر دا معصومین تفیلی کا کوئی عزت حرمت لگتا سو خدا یا غچی گناہ ندراب بابا پروردگارا یرز دلین اچا یری رحمت نا قبولیت درزی کا تھنکن کنی فرانگا چا شمار ہو چکی اللہ خدا یا غچی گناہ ندرا مبا پروردگارا محمد و آل محمد حق لنزگا تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات یرز سن رحمی آفادنا بلانا امراضنا وبانا تعون کنشتیان یرز محفوظ اقباری الہا پروردگارا تمام مؤمنین و مؤمنات دنیا تگاہ مستا چیکا یدنا دی ایام کنیانوگ عرب ممالی کنیانوگ یاد پیت پی مظالم کن غطا توش جگ بجا خدایا کوئی کنا مظالم کن رفع دفع سو سے امن و امان نیم بو ایمان نیم بو
کوہ زندگی با تہ نصیب سو شبار الہ پروردگارا پاسداران اسلام کن مجاہدین اسلام کن اسلام اور روز بکھن کن نصرت یاری بکھن کن اللہ فتح نصرت نصیب سو شبار الہ خدایا دشمنان انسانیت دشمنان اسلام خدایا گاہ قسمی ظلم نہ شخمت بکھن کن خدایا کھواں ذلت رسوائی کھواں نصیب کو چکبار الہ پروردگار محمد و آل محمد تحق لنظرات جس احمدین پہ خدمت گزار کن طلاب کن علماء مشتہدین کن مراجع اعظام کن بالخصوص رہبر انقلاب آیت اللہ خامنی فیق و آیت اللہ سیستانی فیق و آیت اللہ مکارم شیرازی فیق و باقی مراجع اعظام کن یہ حفظ و حمایت چکبار الہ خدایا عالم اسلام بلند بکھن جمہوری اسلامی ایران دشمنان اسلامی مکر و فریب نحیلان اسلام نسرون جو یا اللہ خدایا دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا کو چک خدایا اچھا دنیا جخصمی زندگی اچھا پس محبت نہ غلط نہ شفقت نہ دین نہ ایمان کا زندگی بات پہ توفیق شرد بول و اچھا اچھی مرحومین کو نگاہ سکھت کا نہ اچھا دکھ سکھوں وارش چو سے دکھ سے تنگ اچھا اچھی مرحومین کو نس باعث سے مغفرت کو نجات چھات پی مغفرت چھات پی اچھا وسیلہ قرار کو چک خدایا محمد و آل محمد نے حق دا نظر کو درجات کن بلند کو چو یا اللہ اچھا اچھے تو سیما پہ اصحابان سارے شمار سو سے تو سیما پہ شخصے کا ظہور کے تھے دنیا تے عدل انصاف قائم چھاتے نصیب کو چو یا اللہ خدایا بالخصوص اچھی خطے ہیں کھن تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات دی خطے لداخ سے کھن تمام گامہ گا مذہب و ملت چیرنا تھرما سنتے جوان تھرو بزبیس اما سریمو خدایا رس اچھی گناہ نہ درامہ با سن اسلامی آفات و بلیات اشتیانہ ظلم ظالم اشتیانہ یا رز اچھا محفوظ جگ سے یا رز باران رحمت اچھی کا نازل سو سے اچھی گم سے چون لہ سے سوچین لہ یا رز برکت نصیب بزبار الہا و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آخر پکنگا سفرا یہاں پھرا چک کرگل ٹوڈے اراکین لہ و کرگل ٹوڈے مؤسس جناب منشی حسین خالو کھو نحمد خان رفقار اللہ شکریہ ادابت یا گا وقت لسنگ اسلامی مناسبات سگے کا شہادت ولادت باقی ایام محرم ماہ مبارک دی ایام کنیان مومنین لا مستفید با تمینا کھو کنتی پروگرام کن جاری جخص محنت بسے دی مناسبات کو نکا تبلیغات کن علماء مبلغین سگے یا قرآن سہما کسل کن اہل بیت احادیث کن فٹ چک پہ تو کوشش خدایا کھواں عمر دراز شرد سوچتے کھوئیں ایمانیہ اضافہ سوچتے ہوئے جگ بجگ کھواں جس احمدین پہ خدمت باعت پہ دی قوم پہ خدمت بسے دی قوم پہ ترجمانی بسے کھوئیں زندگی محمد نہ آل محمد طفیل کا آباد شاید پہ نصیب ہو چکے اللہ محمد و آل الطیبین الطاہرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ